شنو حموشي؟ هلا أنا حموشي. طبعا يا أصدقاء جرناكم فيديو جديد نفس ما شفتوا في العنوان. اليوم راح أسوي عرض أزياء لكن ولا نضيفة واللي هي رورو بتعمي. هلا أصدقائي شلونكم؟ أنا هسه وقناتنا النونة راح نسوي عرض أزياء أربعتنا. يس يا أصدقاء، فأنا أول شي راح أسوي عرض الناب حموشي، بعدين رورو الناب واحدة من المتابعين. وطبعا يا أصدقائي هذا أحد من المتابعين راح يشاركنا. يس أوكي يا أصدقائي، هي زوزو جيمر نفس ما تشوفون. فحطوا لايك اشتركوا في القناة وفعل الجرس وليتس جو. خلونا نبلش، كنا حضرنا بعض الأزياء اللي راح نعرضها لليوم. مستعدين؟ مستعدين. خوش أوكي يلا هسه نبلش يا أصدقائي، نروح لبيتي ونعرض هناك لأن أنا رتبت على مود إنه العروض وهاي الأشياء. فتعال كلكم لبيتي، ادخلوا لبيتي أوكي. فتعال كلكم تنظموا هنا واجلسوا أوكي. فأني راح أعرض أول شيء الملابس لأن جهزت ملابس، إنه بعدين نخلي رورو هي اللي تعرض أوكي. بلش بهذا اللي سويته، شوفوا شكل جديد علي، ما استخدم القبعات هواي ولا هيك أزياء، فأول مرة راح أجرب هذا الأزياء ونشوف شلون راح يقيموها. بكل صراحة قيموها أوكي. فهسه أني راح أجي هاي، يلا قيموها كلكم. أوه نايس، حبيته كلش حلو صراحة. ملابس كلش حلوة، ما شفتك لابسة هيك ملابس من قبل. حتى أنا أول مرة أشوف نفسي بهاي الملابس، حلوة. أنتوا شو رأيكم فيها يا أصدقاء؟ هم قيموا يعني. هسه دور زوزو، فخلي أنا هسه الناب أقعد في مكانها وهي راح تروح هسه للغرفة وتختار لها ملابس. فنشوف شنو محضرة زوزو. مستعدين يا أصدقاء؟ أوكي كلكم مستعدين؟ ويلا متحمسين نشوف لوك زوزو؟ نعم مستعدة. ليتس جو، خلينا نشوف. اوكي اوه شوفوا زوزو كيف، ها بعرف السهل لابسته. اي لايك ات، كلش حلو طالع عليها. حلو شوفوا تقييمات الباقين اوكي. نايس نايس نايس، شوفوا كيف. شو رايكم ايضا انتم قيموا ويانا؟ فا اوكي اصدقاء وراحت. فهسه دور رورو، يلا هسه انا راح اروح. طبعا يا اصدقاء انتوا قيموا يا هو افضل لوك في هذه العرض الازياء اوكي. راح اشوف تعليقاتكم وقيموا كل لوك راح يظهر بهذا الفيديو. يعني هسه طلع اللوك تبعي وطلع لوك زوزو وهسه رورو، فليتس جو. فخلينا نشوف، حطوا لايكات حطوا لايكات. اوه لوك كله لونه اصفر، حبيته حبيته. لا حلو كلش حلو عليها، شوفوا كيف صاير. هذا ذاك، شوفوا على الشاشه هذا هو اللوك تبعها. فحبيت اللوك تبعها اللون اصفر. ليش اختارتي كل شيء اصفر؟ لان انا يعني شلون اني اريد ملابس طبيعه يعني اصفر على لون الشمس. اوه نايس اوكي، ما فكرت فيها، حلو فكره رورو. فهسه دور حموشي اخيرا، ليتس جو باي. هذا اللوك تبع حموشي، شوفوا اول مره حموشي يلبس نظارات وهاي الاشياء. لايك لايك لايك، شوفوا منها هذه هي الشاشه، هاي هو لوك حموشي. حبيت هذا اللي بصراحه، حتى انا قيمه 10 من 10. قيموه بالتعليقات يا اصدقائي. وهسه دوري، فراح اروح انا النوب اختار ملابس اللي انا حفظتها وليتس جو. فنروح للغرفه. متحمسه اشوف ملابس نونه، ليتس جو. هذه المره اول مره البس هيك ملابس بحياتي، ملابس هيك شيء، فيعني كله ازرق وسماعات بهاي الطريقه. فا اوكي لذلك راح اروح واشوف. حمستيني يلا بسرعه. هذا هو اللوك تبعي. اوه ماي جاد كلش حلو، تعجب شخصيه حلو، ما توقعت هذا الجمال. شوفوا تقييماتهم كلهم لايكات وقلوب ثانكس. اوه شوفوا زوزو واي حطت حلو اوكي يا اصدقائي. شكلها عجب زوزو هواي اللي هيك تحمست في اللوك، وهذا هو اللوك تبعي. فتهم قيموه هذا شوفوا تمام. فانا هسه خلصت من اللوك تبعي، هسه اجى دور زوزو. يلا زوزو روحي استعرضينا الزي الثاني. اوه لوك بنفسجي، اي لايك اي لايك. ذكرني بماكسن صراحة لان هو اصلا من حزمة ماكسن. حلو عندها حزمة ماكسن، شي حلو. اوكي ايش رايكم بلوكها؟ شوفوا كيف رجعت. اوه نايس حلو، حبيت طريقة شي زوزو. اوكي هسه منو دور؟ دور رورو. يلا هسه راح اروح. هذا يا لون ازرق. سوري سوري قصدي هذا اللون. فهذا على طريقة السماء صح؟ صح على السماء وما البحر او المحيط. ظاهر ان رورو هي مستوحى اللوكات تبعها كلها من الطبيعة صح.
اوه يعني هسه سوت الصيف والماي. اوكي الشمس، الشمس قصدي. اوكي يا اصدقائي دوري، يلا خلونا نروح. هسه راح اروح مكان حموشي، يلا ليتس جو. اوه ايش هذا؟ شي غريب. اوه هذا اللوك خليجي الدجداشة السعودية، لبست الامارات يعني ملابس بيضة. تدرون هاي الامام الفوق راسي ذكرتني بكأس العالم، هذا الشكل مال فيفا قطر. يس صح نفس الشي. فاو ماي جاد، طبعا ما خطر على بالي اني اسوي لوك عربي او خليجي بهاي الفكرة. نايس والله صديق. هسه دور من؟ دوري دوري. اوكي ليتس جو. لايك لايك. اوكي حطوا لايكاتكم يا اصدقائي واشتركوا. فهسه راح اختار اللوك اللي انا اخر شيء سويته اللي هو هذا باللون الوردي واصفر، فايش رايكم فيه؟ اوكي متحمسه تحمست. اوكي ليتس جو. فشوفوا اللوك تبعي. واو انت بنص المحيط. شنو الملابس بس ما سباحة؟ لا حلوة صراحة. هذا ما سباحة. ما سباحة. عبالي التنور، عبالي هذا اللي لبسوه ما سباحة. اوكي فانتوا قيموا هذا هو اللوك تبعي، انتوا قيموا ايوه المتابعين. حبيته يعني كلش حلو. اوكي فهسه دور زوزو. اوكي نو شكلها مسوي بس لوكين. اوكي صدق. اوكي اوكي عادي عادي هسه دور العيد، خلينا نشوف شنو هي مسويه. انا بدي يجي دوري واراويك. لا عادي زوزو عادي عادي يلا. اوكي بس نشوف رورو، اتوقع هالمره مسويه لوك اخضر ما دام هي تسوي على الطبيعه، فما ادري خلينا نشوف. انا اتوقع لوك مثلا اصفر. خلينا نشوف يعني مره ثانيه على النحل مثل يعني. لا والله اخضر. يس اوكي اخضر هذا هو اللوك تبعها. شوفوا كل شيء اخضر. هذا الملابس مال كريسمس. يس حطتهن ومسويتهن. شوفوا انا احس انه هاي الشجره بيها تفاح ومدري ايش. نايس نايس اي لايك. هذا مستوحى هالمره من الشجر والاعشاب وهاي الاشياء، يعني كل شيء اخضر. فحبيت اللوك وفكرة رورو وفكرة حموش مال العرب والخليج. وبس انا قررت اني اسوي اشياء اصلا ما مجربتها من قبل، يعني هاي البلوزة اللي انا مستخدمتها حاليا يعني ولا مرة جربتها بس بهالفيديو. ليتس جو يا اصدقائي دوري، يلا خلونا نروح. ليتس جو انا اجلس المقعدة يلا. اوكي خلونا نلبس. خلي هي هاي اخر مرة، احس ان الفيديو حيكون طويل يا اصدقاء، فهذا اخر شيء. انا هسه بعد استعرضت كل اللوكات اللي عندي وروهم وقابلت حموشي اخر لوك تبعه. هلو شنو هذا؟ شنو اخضر؟ هم اخضر. ليه انتم اليوم رايح اصيف؟ اليوم رايح اصيف. باعي لابس ملابس النظارة هذا؟ ملابس صيفية. يس اي لايك ات. وانا هسه خلصت كل اللوكات تبعي ورورو هم نفس الحالة. وانا هم ما تخلصت كلهم. وحتى زوزو بقى بس حموشي. يا باقي لوكين فخلوا لا استعرض لي اياكم. اوكي العذو هو هم راح يعيد الكره في لوك اخر. اوكي خلي هو يحضر نفسه. هاي شو هذا؟ هذا مستوى بلش بيه من قبل. اصدقائي كله مقلب. اوه هاي سوق بلش بيه قبل شوي. بس بالاخير ارد اضحك عليكم. ليش 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 والله حلو. قبل شوي بلش فيها اصدقائي فعبالي سوبر مان. عبالي صدق لك هذا شوفوا. اوكي شيل عاد كل ملابسك. مو حلوه مو حلوه. لا ملابسي حلوه. مو حلو ابد ابد. هسه راح نتعارك طبعا ورا الفيديو. تمام تمامو تمام تمام. اوكي فهو هذا كل شيء في الفيديو، فقيموا افضل لوك بالنسبه لكم من بيننا احنا الاربعه. طبعا شكرا يا رورو لان شاركتينا بالفيديو. عفوا وشكرا زوزو. وايضا شكرا زوزو من نسيت. شكرا يا زوزو. اوكي وبس اصدقائي حطوا لايكات واشتركوا في القناه. وبس باي باي.